جولة جديدة ما سبق نطوف بها على عدد من قصص الساعة، حياكم الله. تخص التجارة والاستثمار وتنشيط المعابر، النظام والعراق يوقعان عدة اتفاقيات بينهما. الإكوادور تخلت عنه وبريطانيا اعتقلته مؤسس ويكيليكس بيد شرطة لندن، لكن ماذا أورد الموقع حول سوريا؟ وبعد أن دمره قصف التحالف الدولي، أرقة تعيد ترميم الجسر القديم على نهر الفرات. وقع النظام مع العراق بروتوكولا جديدا للتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والمالية، حسب ما أعلنت ما تسمى اللجنة السورية العراقية المشتركة. التجاري والاقتصادي والاستثماري والمصرفي والمالي، تاريخية وأزلية، متطورة على الصعيدين السياسي والاجتماعي، هكذا وصف الجانب العراقي علاقته مع سوريا. تاريخية وأزلية، وصفها بالتاريخية والأزلية مع سوريا، أو بين قوسين مع النظام تحديدا الذي أبرم معه اتفاقيات عديدة ربما جاءت لتكمل الاتفاقيات التي وقعتها بغداد مع طهران قبل أيام. النظام وزير اقتصاده سامر خليل قال إنهم اتفقوا مع العراق على تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الأدوية السورية إلى هناك. البعض يرى هذه الاتفاقيات المالية والمصرفية والتجارية والاستثمارية والاقتصادية كل هذه الاتفاقيات التي أعلنت بين بغداد ودمشق هي في إطار العلاقة بين الولايات الإيرانية في المنطقة، والبعض يقول هذه العلاقات بين طهران ودمشق وطهران وبغداد أو بين بغداد وطهران، طبعا بالتبعية كذلك الجماعة في بيروت. كل هذه الإجراءات لن تنقذ عنق الملالي اقتصاديا في الفترة القادمة. الدكتور حسن نافع له مقال مهم في هذا الصدد يقول 2019 هو عام القرارات الحاسمة بالنسبة لدونالد ترامب، والآن الأجواء مهيئة، بنيامين نتنياهو في سدة الحكم، ودونالد ترامب سيحاول هذا العام 2019 وهو العام الثالث للرئيس الأمريكي ما قبل العام الرابع 2020 تنتهي ولايته، وهذا العام لا يستطيع أي رئيس أمريكي أن يتخذ فيه قرارات حاسمة. لذلك 2019 ليس فقط الدكتور حسن نافع، كثير من المحللين يقولون أن 2019 هو عام القرارات الحاسمة بالنسبة لإيران والمنطقة بالتبعية، يعني سوريا والعراق. دونالد ترامب ماض في قضية تصعيد الصراع مع الإيرانيين اقتصاديا على الأقل، وتضييق الخناق على عنق
الملالي، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كحركة إرهابية هذا ليس البعض يراه ليس لذر الرماد في الأعين يعني وللضحك على الذقون في عرب في منطقة الخليج العربي. ربما يكون ذلك، البعض يقول لا هذه المرة الإجراءات حادة جدا باتجاه الإيرانيين، بالتالي كل هذه الاتفاقيات المالية والاقتصادية والاستثمارية والمطبخية بين دمشق وبغداد أو بين دمشق وطهران أو طهران وأيا يكن يعني كل هذه لن تنقذ عنق الملالي. سوريا ستصدر الأدوية إلى العراق، طيب ماذا ستصدر العراق إلى سوريا؟ مزيد من الميليشيات الطائفية مثلا، الدواعش الهاربون مثلا، المخدرات، وقد فاضت مدن العراق بالمخدرات الإيرانية حسب الاعترافات الرسمية في بغداد. البصرة، البصرة مدينة عراقية تفيض سجونها بمتعاطي المخدرات وفق فضلة خير الملالي طبعا، وفق ما تنشر الجهات الرسمية هناك تضاعفت أعداد تجار ومروجي الحشيش في المدينة بشكل ملفت للغاية. مصلحة السجون في البصرة تحدثت عن عدم تمكنها استيعاب جميع المتهمين بالتعاطي، لم يبقى سجون في البصرة لمتعاطي المخدرات الإيرانية، خاصة أنها تفتقر أي البصرة لمراكز علاجية معنية بالإدمان. المسؤولون البصريون والبغداديون يتهمون إيران بالوقوف وراء إغراق المدن العراقية بالمخدرات. الخراب الثاني، الخراب الثاني للبصرة كما يقول البعض، أغرقتها إيران، أغرقتها إيران للبصرة بالمخدرات بشكل لا يوصف. البصرة هي أقرب طبعا يعني أقرب المنافذ التوزيع الإيرانية باتجاه العراق في البصرة، لذلك المخدرات فيها بشيء رهيب ويزرعون المخدرات الآن في البصرة، كذلك مدن وسط العراق وصولا إلى بغداد، المخدرات لا تبقي ولا تذر في العراق. البصرة، البعض يقول إيران خربت البصرة وقعدت على تلها، عباس شيشان قال حلاوة في البصرة، يعني كان الجميع يتغنى بالبصرة، يقول عباس شيشان حلاوة وطيب للياكل من تمرنا، نحب نسمع كلامك من تمرنا، تميل البصرة كلها من تمرنا. هذه البصرة هي درة التاج، ودرة التاج عند العرب بأقدمهم ومحدثيهم. افتتح مؤخرا جسر الرقة القديم أمام أهالي مدينة الرقة بعد عمل دام قرابة عام، إلا أنه ما زال مغلقا أمام حركة السيارات وسط جهود لترميم الجسور التي دمرت في الحرب على المدينة. تعرض الجسر للدمار بسبب قصف التحالف الدولي بان سيطرة تنظيم الدولة عليها. عاد المجلس المحلي اليوم لترميم ما يمكن ترميمه، عاد الجسر القديم إلى الحياة لكن بوجه المرة فقط، بينما سيتم تأجيل عبور السيارات إلى أجل غير مسمى.
مشهد لم يعتده أهالي مدينة الرقة منذ 3 سنوات، سير على الجسور وطرق سهلة العبور تربط الرقة بريفها. فجسر الرقة لم يعد قديما بعد اليوم، بل أضحى جديدا بعد الانتهاء من صيانة القسم الأكبر فيه وافتتاحه أمام الأهالي للانتقال بين ضفتي نهر الفرات في المدينة. 100,000 شخص يعبرون الجسر يوميا وفق إحصائيات لمجلس الرقة المدني، فالعبارات النهرية أصبحت مخصصة فقط لنقل السيارات التي لم يفتح الجسر أمامها بعد. الآن الجسر أصبح جاهز ويمكن تدشينه خلال 15 نيسان إن شاء الله لمرور السيارات بحدود 5 طن. السبب هو خوفنا على الأوتاد بالمياه لأنه نتيجة تعرضه للقصف. أيضا منذ القديم الأوتاد لا نعرف وضعها، يعني كونه جسر قديم. جسر الرقة القديم هو أول جسر يتم ترميمه بعد الحرب التي دارت في مدينة الرقة، فقد كان الأهالي في السنوات الماضية يعتمدون الطرق البديلة التي لا تقل خطورة عن القصف والقذائف. قرابة عام استمرت عملية صيانة الجسر القديم في الرقة، عام كان فيه أهالي الرقة ينتظرون اللحظة الأولى لوضع أقدامهم عليه بعد أن دمره التحالف الدولي عام 2017. الجسر يعني نعمة من رب العالمين، تعدية الجسر صحيح من عند المي نعبر 5 دقائق، يعني عبرتنا 5 دقائق، بس بمثل يقولك عبر امشي شهر ولا تعبر نهار. وعدنا هنا الجسر الحمد لله، وظلت عندنا بس مشكلة وحيدة انه بس مشكلة السيارات اخي، ومشان البرك وما برك، بناس ما عندها قدرة يعني ظل رايحة جاية بالنهار 4-5 مرات وناس عندها شغل. إذن عاد جسر الرقة القديم للعمل من جديد، بينما تبقى عملية إصلاح باقي الجسور على نهر الفرات مهمة جديدة أمام المؤسسات الخدمية في الرقة. فهل تكون عملية إعادة تأهيل الجسور مرحلة أولى من مراحل إعادة الإعمار في الرقة المدمرة؟ بعد 7 سنوات تقريباً من لجوئه إلى السفارة الإكوادورية في لندن، اعتقلت الشرطة البريطانية جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، اعتقلته من مقر إقامته في سفارة الإكوادور، وذلك بموجب أمر قضائي صادر عن محكمة وستمنستر. جوليان أسانج عمره 47 عاماً، صاحب التسريبات الأشهر في التاريخ عرفت بتسريبات ويكيليكس، بما تضمنته من معلومات حساسة للغاية، فضائح من العيار الثقيل، فضائح عن معظم الدول والعلاقات بين الدول. رئيس الإكوادور قال أن بلاده تصرفت بموجب حقها السيادي حين قررت سحب لجوء أسانج. Thank you.
بالنسبة لتهم الاغتصاب بالنسبة لجوليان أسانج في السويد، البعض يقول هذه ليست تلفيقا، هما قضيتان على الأقل، واحدة منهما على الأقل يبدو أن فيها وجهة صحة، يعني شبهة صحة كما تقول وسائل الإعلام سويدية، يعني ليست تلفيقا للرجل. لكن جوليان أسانج هز واشنطن وأحرج واشنطن وسكب الكثير من ماء وجه واشنطن، فواشنطن لها ثأر قديم مع جوليان أسانج. كثيرة هي الإحراجات التي أحرجها للإدارة الأمريكية، لعل يعني أحد أشهر إحراجات جوليان أسانج لواشنطن يوم زارت أنجيلا ميركل للبيت الأبيض واحتفى بها يعني خالد الذكر باراك أوباما، أيام احتفى بأنجيلا ميركل. بعد أن غادرت البيت الأبيض نشر جوليان أسانج تسريبا مفاده أنه الواشنطن تتجسس على هاتف أنجيلا ميركل وهي في قلب البيت الأبيض، وعندما عادت إلى برلين وقبل أن تأتي إلى واشنطن من برلين، فوقتها يعني ظهر أوباما بوجه مصفر مما ورد في تسريبات ويكيليكس عن سوريا أن الولايات المتحدة رصدت عام 2006 صفقة لتزويد طائرات عسكرية سورية بقطع غيار عبر شركة تشيكية معروفة بتجارة السلاح. المزيد من تسريبات ويكيليكس عن سوريا في العرض التالي. طبعا البعض كان له ملاحظات كثيره طيل مسيره الويكليكس وجوليان أسانج، انه نوعيه التسريبات وقت التسريبات، علاقه جوليان أسانج مع موسكو يشوبها كثير من الخلل، دول بعينها لماذا دوله وتستثنى دوله، لكن في المنطقه في سوريا والمنطقه العربيه التسريبات الحقيقه كانت قمه الاحراج. كثير من الحكومات العربيه تجاهلت هذه مساله تسريبات ويكيليكس. بالنسبه لسوريا لم تكن يعني بالاهميه لان الموضوع معروف، لكن حددت علاقات كثير من المسؤولين في دول الخليج العربي هذه تسريبات ويكيليكس. لعل القضيه الاشهر ما قالوا ولي عهد الامارات محمد بن زايد عن الامير نايف، كان وقتها ايام الملك عبد الله في السعوديه، شبهه تشبيها غير لائق واصبحت حقدا بين محمد بن نايف الذي كان وليا للعهد ومحمد بن زايد الذي هو ولي عهد الامارات، وصدام بين الرجلين انتهى طبعا بازاحته عن المشهد. البعض يقول ان اس العداء المستحكم كان بين الرجلين هو تسريب ويكيليكس في يوم الارض ويوم الطفل الفلسطيني.
الآن نأخذ فاصل، نأخذ فاصل يا قوم ونعود ليوم الأرض ويوم الطفل الفلسطيني. فاصل ونعود. Since the Syrian conflict, we've seen the looting accelerated on a vast scale. الحضارة السورية تباع بالمزاد. للمهربات الأثرية هي بتتم بشكل سري، يعني مثل عملية تجارة المخدرات. Losing their history, losing their identity. إذا نحكي قبل الحرب السورية، طبعاً النهب كان دائماً موجود. سياسة، تفريش، تدمر، مدافن نعود من هذا الفاصل الذي كركب التاريخ وكركب أحمد نجم والكركب المصور بوب وكركب تاريخ ما تبقى. في يوم الأرض ويوم الطفل الفلسطيني أقيمت في مدينة غازي عتاب التركية، أقيمت فعالية أحيت هاتين المناسبتين عبر مشاركة فكرية وشعر ملتزم وورشة رسم للأطفال ومعرض فوتوغرافي. مع هذه القصة يوم الأرض ويوم الطفل نكون قد وصلنا وإياكم لختام ما تبقى لهذا اليوم الأحد القادم بإذن الله. ما تبقى جديد، في أمان الله. يلون الأطفال السوريون أسماء المدن الفلسطينية على هذه الوريقات في مسابقة اختيرت أن تكون فقرة أولى من مهرجان وتبقى الأرض في مدينة غازي عنتاب التركية. وفي معرض الصور الفوتوغرافية هذا تتربع الصور المؤثرة والتي تعبر عن تمسك الفلسطينيين بالأرض والقضية. تجتمع كل هذه العناصر الثقافية والمعرفية والفنية لتساهم في معركة الثبات والصمود والتضحية في ذكرى يوم الأرض. ذكرى يوم الأرض اليوم هي ذكرى، هو يوم للصمود المعرفي، هو يوم للتعرف أكثر على ما جرى. وحدة القضية والمصير والتقاء الهم السوري بالفلسطيني هو ما جمع الطرفين هنا في هذه الفعالية في ذكرى يوم الأرض ويوم الطفل الفلسطيني. ففي 29 من آذار من ذلك العام داهمت قوات الاحتلال قرية عرابة، واحتفالا بالقدس عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2019. استمر المهرجان عبر كلمات الشاعر الفلسطيني أكرم عطوة. في صحوة الفجر نأتيك عدوا وتسبقنا نهجة تجري. وفيلم وثائقي عن يوم الأرض. ضمن برنامج المنظمة الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019، هناك برنامج على مدار العام، واليوم نحتفل بذكرى يوم الأرض الذي مر يوم 30 من آذار. طبعا وهناك أيضا يوم الطفل الفلسطيني في 5 نيسان، نحتفل بالمناسبتين معا، نقيم فعالية مشتركة مع بيت فلسطين للشعر وثقافة العودة. لاجئ ينظر إلى الهجرة عن وطنه كسرة من الاحتلال السوري. بعيدا عن الوطن يجتمع السوريون والفلسطينيون على هذه الأرض، قد تتشابه القضية في مكان وتختلف في أماكن أخرى، لكن التمسك بالأرض هو ما يجمع الطرفين كما فرقهما عن الوطن التهجير القسري. في يوم الأرض ويوم الطفل الفلسطيني يرسم هؤلاء الأطفال أسماء وحروف المدن الفلسطينية التي كانوا يجهلونها، عكا، حيفا، يافا والقدس، والتي سوف تحفر في ذاكرتهم كما يرجو القائمون على هذه الفعالية. وإلعادل، تلفزيون سوريا، مدينة غازي عنتاب، جنوب تركيا.